السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صباح النور. كنبغي نقول لكم الله يسخر لكم وبداية أسبوع موفقة للجميع، والله يوفق الوليدات مع العودة الدراسة ديالهم. صباح الخير من مدينتي. اليوم الصباح وأنا في الطريق للعمل إن شاء الله كنشوف مجموعة من الشاحنات كتواجد في دوار بن المكي. الأشغال متواصلة، الكل ينتظر الإفراج على التعويضات وتسوية الملفات ومجموعة من الأمور إن شاء الله اللي غادي تظهر لنا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. ونمني النفس كمتتبعين للشأن المحلي بالإفراج كذلك على الشكايات، شكايات قاطني دور الصفيح، شكايات لم تكن في الحسبان بالنسبة لمجموعة من الأسر. عطوا الإخوة كيوقع لي واحد الإشكال وأنا هبط من شي بلايص، كنتذكروا الأصدقاء وكنتذكروا الأمور كيفاش كانت كيفاش ولات، فماشي من السهل، وكأن الأمور كانت في شي حلمة فجأة تغير كل شيء. فنتمنى من الله كل الخير كل الخير كل الخير لقاطن يدور الصفيح، نتمنى من الله كل الخير الأفراد قيش لودايا، نتمنى من الله كل الخير الناس اللي كيتسناو تسويت الملف ديالهم فيما يتعلق بالسكن ديالهم. فنتمنى أنه السلطات المحلية تسرع الوتيرة ديال حل المشكل ديال أصحاب الشكايات، وكنتمنى من الله كذلك يكون تنسيق مع جميع المتداخلين في الملف ديال قاطني دور الصفيح فيما يتعلق بسحب البون. سحب البون واحد الامر اللي خلى بزاف ديال الناس مساكن يتلفوا، خلى بزاف ديال الناس ما يفهموا والو، وحنا عارضين لازم ما نذكروا بافراد كيش لودايا اللي كانوا على طول هذا الشارع وسيدي محمد الشريف ولاد المنطقه الغربيه. كتبان لي التراكس الاخوان داخله هنا كتشارجي الكاميوات والعشرات من الشاحنات، العشرات من الشاحنات خارجين في هذه اللحظات من سيدي محمد الشريف. يعني الاشغال كتبدا في ساعات مبكره كما كتوضح الصوره. الناس خدامين تبارك الله، اللهم يسر، الله يسخر الامور. في انتظار ان شاء الله بدايه المشاريع هنا في مدينه تمارا. فكنبغيو نقولوا كل التوفيق كذلك للافراد اللي كيشلوا دايا ان شاء الله، ونتمنوا من الله تكون تعويضات في المستوى، تعويضات تليق بالناس ديال القبيله. الكل يتذكر عمليه الهدم التي مرت هنا امام مصحه تمارا، عائله الكولونيل النحال، الكولونيل النحال العائلة الكبيرة ما شاء الله. فالله يعوض خير، أكيد الناس كانوا في واحد الموقع اللي هو استراتيجي. كاين الناس صراحة من مكان لمكان كتختلف الأمور، ونتمناو من الله الخير للجميع. هذا هو اللي كاين، نتمناو من الله الخير للجميع. واحد النقطة الإخوان، بعض الناس كيسولونا على القرعة، القرعة ديال قاطني دور الصفيح إمتى غادي ترجع؟ هناك اخبار تروج على انه ان شاء الله مع دخول شهر 11 غادي تكون شي حاجه. فنتمنى ونتمنى من الله صادقين، لان صراحه شحال ما الوقت يتعطل، شحال ما الناس مساكن كيزيدوا كيتزاد عليهم واحد الضغط عجيب. الله يكون معاهم، هادشي اللي غنقولوا، الله يكون معاهم. يدير شي تاويل ديال الخير، ولا نعاود ان شاء الله في هذا الموضوع بالتفصيل. وكنقول لكم صباحكم مبروك، وكنبغي نقول للناس غادي يكون على الخير ان شاء الله، فصبر جميل والله المستعان. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.